الدين ومحمد ربنا غير نضل صمدين. أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه التغطية المستمرة على مدار الساعة لمجمل التطورات بعد تطورات متلاحقة في قطاع غزة وفي بيروت بعد تنفيذ الاحتلال الإسرائيلي لعملية اغتيال جبانة بحق صالح العروري نائب رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس، تم اغتياله في ضاحية بيروت الجنوبية. هذا الاغتيال يأتي مع استمرار ملحمة طوفان الأقصى التي توشك على دخول شهرها الرابع وتتم 3 شهور بالتمام والكمال. الغارات الإسرائيلية على مدار الساعات الماضية لم تتوقف، تم تنفيذ عدة أحزمة نارية في مدينة خان يونس جنوب القطاع، وصل صداها إلى رفح في أقصى جنوب القطاع، وكذلك تم استهداف عدد من المنازل والأراضي والأهداف من قبل الاحتلال الإسرائيلي الذي يناور بريا ويقصف جويا داخل قطاع غزة. مشاهدينا الكرام، في هذه التغطية ينضم إلي من واشنطن أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأمريكية دكتور أدمون غريب، وسيكون معنا من رام الله الناشط والمتخصص في شؤون الأسرى والمحررين أيضا دكتور حسن عبد ربه. وأبدأ معك دكتور أدمون غريب، إسرائيل نفذت عملية اغتيال بحق صالح العروري، وهو الشخص الذي توعدت كثيرا وأرعدت وأثبتت بأنها ستقوم بتصفيته وستقوم باغتياله. باعتقادك ماذا جنت إسرائيل بعملية الاغتيال هذه؟ تحياتي لك. بدون شك أولا أن هناك تفسيرات وتحليلات مختلفة، وأعتقد أننا سنرى أيضا تغيير في بعض هذه التحليلات، لكن هناك أولا من يعتقد بأن هذا الهدف وهو اغتيال الشيخ صالح العروري هو أن هذه شخصية بارزة ومهمة لعبت دورا مهما جدا في دعوة تنظيم، ويعتقد كما يعتقد كثيرون في إسرائيل وفي الولايات المتحدة بأنه لعب دور أساسي في عملية طوفان الأقصى وفي أيضا بناء تنظيم حماس وإقامة علاقات بينه وبين عدد من قوى المقاومة الأخرى في المنطقة، وهو بالتالي شخصية مهمة. ولذلك فإن الوصول إلى هذا الهدف سيعطي رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو الذي يواجه تحديات كبيرة هذه الأيام في الداخل الإسرائيلي فرصة، أو سيمنحه على الأقل المزيد أو من يعني الفرص للقول بأنه حقق هدفا مهما، هذا من ناحية، وخاصة أنه هو كان يريد إطالة أمد الحرب، وذلك لكي يتفادى المواجهة في أمام القضاء، بالإضافة إلى خلافاته مع القضاء وتوجيه ضربة له مؤخرا من قبل القضاء الذي رفض مشروع القرار الذي يمنح الحكومة الإسرائيلية سيطرة على القضاء أو دور كبير في التأثير على قراراتها، هذا من ناحية. ولكن من ناحية أخرى أيضا أن هناك من يعتقد أنه ربما هذه القيادة كانت تجد نفسها أيضا هي تحت ضغوط، هي ضغوط دولية، هناك الآن تواجه احتمالات أن يكون هناك محاكمة لها أمام المحكمة الجنائية الدولية، التي هناك قضية رفعتها الحكومة الجنوب أفريقية تتهمها بارتكاب جرائم حرب وانتهاك القانون الإنساني، وبالتالي فإن هذه أيضا ستسمح له في الحصول على دعم داخلي وربما دعم أمريكي أيضا. هناك من يعتقد أيضا بأن هناك ربما قد تكون هذه محاولة لجر واشنطن إلى لعب دور أكبر في دعم إسرائيل، وعلى الرغم من أن واشنطن على الأقل كما كانت تقول علنا أنها لا تريد توسيع، وحتى أنها نفت علمها المسبق بهذه العملية، عملية الاغتيال.
بالضبط، والإسرائيليين يقولوا بأنهم أطلعوا الأمريكيين فقط عندما قاموا بالعملية وعندما كانوا يقوموا بهذه العملية، ولكن حتى علنا كنت أستمع قبل فترة لتصريحات أو مقابلة لمارك راجب المتحدث باسم القوات المسلحة وهو مقرب جدا من نتنياهو، رفض أن يقول بأنه إسرائيل هي المسؤولة، ولكنه قال أن من قام بهذا العمل هو طبعا قام بإجراء جراحي ولم يكن يستهدف لا الحكومة اللبنانية ولا حزب الله، ولكنه كان موجها ضد حماس، يستهدف حماس. هل تفيد هذه التبريرات؟ يعني عندما كان هناك خطوط حمر وضع حزب الله لناحية أن أي اغتيال داخل لبنان سواء فلسطيني سوري عراقي لبناني مهما اختلفت الجنسية سيكون هناك رد من حزب الله، وبالتالي هل يفيد الإسرائيلي أن يقول بأننا لم نكن نستهدف الحزب وإنما قيادات حماس في ضاحية بيروت الجنوبية؟ أعتقد أن جزء من ذلك هو من ناحية هو كما قلت من ناحية تحت ضغط، ولكنه أيضا يريد أن لم يكن مرتاحا مثلا لسحب الولايات المتحدة سفينتها الجيرالد فورد حاملة الطائرات وإعادتها إلى قاعدتها في فرجينيا، وربما قد تتوقف في بعض الموانئ الإيطالية أو غيرها في المتوسط قبل ستحتاج إلى وقت للعودة. هذه لم تعجب الإسرائيليين. أيضا كان هناك توترات في الآونة الأخيرة بين الرئيس الأمريكي والقيادة الإسرائيلية، برزت من خلال أولا موضوع الضرائب التابعة أو التي أموال للسلطة الفلسطينية والتي تسيطر عليها، تضع إسرائيل يدها عليها. كان هناك حديث بين الرئيس بايدن والقيادة الإسرائيلية، وكان يبدو أن نتنياهو كان قد وعده بأنه سيساعد على حل هذا الموضوع، وذلك من خلال أولا إعادة كما وهذا ما طلبته واشنطن، إعادة منح قسم من الأموال للسلطة ثم إرسال قسم من الأموال المتبقية وضعها بنوك نرويجية. وما جرى هو أهمية ما جرى هي وليس فقط كل هذه التفاصيل، ولكن هو أنه رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي في المكالمة التي جرت قبل يومين مع الرئيس بايدن أن يمنح الأموال أو حتى أن يقبل بمنح إعطائها للنرويج، وهو وزير ماليته قالوا أنهم لا يثقوا بالنرويج على الرغم من أنها هي من الدول التي كانت في السابق تدعم إسرائيل بقوة. وقال الرئيس بايدن هذه نهاية المكالمة. وما كان أكثر أهمية ما سربه بعض مساعدي بايدن الذين قالوا أن بعد كل ما نعم فعله بايدن لدعم إسرائيل وللتغطية عنها فأنهم يعاملونه بهذه الطريقة. طيب قبل أن أنتقل إلى دكتور حسن عبد ربه الناشط والمتخصص في شؤون الأسرى والمحررين ينضم إلينا من رام الله، أود التنويه إلى هذا الخبر العاجل على شاشة الميادين. الناطق باسم الاحتلال باسم جيش الاحتلال يعلن مقتل الرقيب ميون موشا غيرش من سلاح الهندسة في وحدة يهلوم خلال معركة في شمال قطاع غزة، وطبعا هذا هو التوقيت المعتاد لإعلان جيش الاحتلال عن مقتل جنوده. دكتور حسن عبد ربه، يعني معروف أن صالح العروري هو أسير محرر في البداية قبل أن يكون بهذا المنصب القيادي الكبير في حركة حماس، هو أسير محرر وهو يعمل بعد خروجه من الأسر على تحرير وتبييض السجون من الأسرى الفلسطينيين، حتى أن سابقا أيضا كان من يدير ملف الضفة من قطاع غزة هو أسير محرر وهو طارق عز الدين. باعتقادك هل الاغتيال الإسرائيلي وتعمد إسرائيل اغتيال هذه الشخصيات وهي أسرى محررين، هم أسرى محررين وهم معنيين بموضوع الأسرى في سجون الاحتلال، هل هو بطريقة أو بأخرى يحمل في طياته رسالة للحركة الأسيرة الفلسطينية؟ بداية نترحم على روح الشهيد والقائد الوطني الفلسطيني الكبير الأخ المناضل والأسير المحرر صالح العروري وكل شهداء شعبنا، ونتمنى ونتطلع إلى حرية أسرانا وأسيراتنا من سجون الاحتلال الإسرائيلي. دون شك الأخ الشهيد والقائد صالح العروري كان له دورا محوريا وأساسيا في أوساط الحركة الوطنية الفلسطينية عامة وفي الحركة الأسيرة
داخل معتقلات سجون الاحتلال خلال سنوات أسره واعتقاله، حيث أمضى العديد من السنوات في الأسر، وبعد أن تنسم عبق الحرية كان له أيضا دورا مميزا في متابعة شؤون وقضايا الأسرى والعمل من أجل تحرير هؤلاء الأسرى من سجون الاحتلال الإسرائيلي، وكان باديا دوره أيضا في عملية تبادل الأسرى عام 2011 في صفقة وفاء الأحرار، صفقة شاليط، حيث كان واضحا وظاهرا مع هذا الجندي خلال عملية التبادل وإتمامها، وبالتالي كان له دور كبير جدا في العمل والوفاء للحركة الأسيرة وبذل قصارى جهده مع المقاومة الفلسطينية من أجل تحرير أسرانا وأسيراتنا من سجون الاحتلال الإسرائيلي. ودون شك يعني قضية الأسرى أيضا في طوفان الأقصى تحتل مكانة أساسية ومحورا رئيسيا في كل محطاتها منذ البداية وحتى اليوم، وقضية الأسرى حاضرة في هذا الملف، وأعتقد جازما بأن الأخ صالح العروري له دور كبير في هذا الملف وإصراره على مبدأ تبييض السجون من كافة الأسرى والأسيرات ضمن منطق الكل مقابل الكل، وبالتالي عملية اغتياله على هذا النحو بطريقة جبانة بطريقة وقحة تدلل على إجرام هذا الاحتلال الصهيوني الأمريكي هي مؤشر واضح بأن كل من يحاول أن يكسر شوكة ومكانة هذا الاحتلال وأن يمس أمنه وأن يمس هيبته سيكون مصيره الملاحقة والقتل والاغتيال والتدمير والتخريب، كما نشهد ذلك في مختلف محافظات الوطن، في القدس، في الضفة الغربية، في الداخل المحتل عام 48، في قطاع غزة عبر حرب الإبادة الجماعية، وأيضا بما في ذلك قضية الاغتيالات. وهو لن يكون الشهيد صالح العروري هو الأول ولا الأخير في هذا الاستهداف المباشر من آلة القتل والتدمير والإجرام الصهيونية والأمريكية. شعبنا قدم العشرات من قياداته ومن كوادره على مدار السنوات الثورة الفلسطينية، ولكن ربما لخصوصية استهدافه، يعني دكتور حسن، لخصوصية اغتياله واستهدافه لناحية الزمان والمكان، تلعبان دورا مختلفا عما حدث على مدار السنوات الماضية. نعم، يعني لكل حالة من حالات الاغتيال والملاحقة التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي لها خصوصية ولها مكانة، واحنا وانا يعني في هذه المداخلة اؤكد بان استهداف الاخ صالح العروري بمكانته الوطنية والنضالية والوحدوية ايضا ورسالته كأسير محرر لديه من الوفاء الدائم للقضية الوطنية جمعاء وقضية الأسرى وقضية الوحدة الوطنية هي مؤشرات واضحة بأن الاحتلال الإسرائيلي والأمريكي كان لهم هدفا واضحا وهو محاولة المساس بأي جهد وطني مقاوم، بأي جهد وحدوي فلسطيني على صعيد المقاومة الفلسطينية، بأي جهد يعمل من أجل كسر هيبة الاحتلال الإسرائيلي والتمسك بحق أسرانا كمقاومين ومناضلين شرعيين حقهم في الانعتاق من سجون الاحتلال الإسرائيلي. الاحتلال الإسرائيلي حاول بذلك ولا زال أن يبحث عن صورة انتصار بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك وفي مقدمتها قضية المساس بقيادة العمل الوطني الفلسطيني، ولم يكفي ذلك، نتنياهو ولا كل عصابته الإجرامية في مجلس أركان الحرب لديه بأنهم قالوا سنلاحق وسنقتل وسنغتال كل من كان له ضلع بشكل أو بآخر في عملية طوفان الأقصى، وذكر بالأسماء ومن ضمنها الشيخ صالح العروري. ولكن التساؤل الأكبر، هل هذه الصورة سيتمنح نتنياهو الانتصار؟ هل هذا سيوقف المقاومة؟ هل هذا سيكسر إرادة الشعب الفلسطيني؟ هل هذا سيمنح نتنياهو صورة الانتصار التي يبحث عنها؟ أعتقد جازما بأنه مهما اغتال ومهما قتل ومهما والتاريخ الفلسطيني، يعني دكتور حسن، شهيدا وأكثر من 50,000 جريح، فهو وهذا الدمار وهذا الخراب الهائل لم يكسر إرادة الشعب الفلسطيني، وبالتالي بغياب القائد الوطني الكبير والأخ المناضل صالح العروري عن المشهد من الناحية الجسدية لن يغيبه بكل تأكيد من ناحية الفكر، وربما يصبح بعد غيابه جسدا يعني أكثر تأثيرا مما كان ذي قبله. هذا حدث مع كثير من أبطال الشعب الفلسطيني. عودة إليك دكتور إدمن غريب، يعني أمريكا جاءت إلى المنطقة بحامل طائراتها لأنها لا تريد لهذه المواجهة التي كانت في قطاع غزة أن تتوسع، وهذا كان هو العنوان العريض.
عندما يتزامن اغتيال صالح العروري مع سحب أمريكا لحامل طائراتها، هل هذا بطريقة أو بأخرى يشير إلى أن إسرائيل لا تتفق مع أمريكا في بعض النقاط، وبالتالي ستجبر أو تستجلب أمريكا رغما عنها إلى هذه المنطقة؟ بمعنى أن ما تريد أمريكا هو عدم توسيع الجبهات، ما تريد إسرائيل هو توسيع الجبهات. هل فرضت إسرائيل كلمتها؟ لا أعتقد أن إسرائيل فرضت كلمتها، ولكن إسرائيل والقيادة الإسرائيلية تحاول الضغط على الولايات المتحدة، تحاول جر الولايات المتحدة لكي تقوم أرغب إسرائيل أن تقوم به. من بينها مثلا، هذا ليس بأمر جديد، مثلا منذ سنوات، على الرغم من أن إذا عدنا حتى إلى عهد الرئيس باراك أوباما الذي عمل الكثير للوصول إلى اتفاقية 5+1 مع إيران، والرئيس أوباما وكان يحصل على دعم من القيادة الديمقراطية في الكونغرس وإلى حد ما دعم شعبي ومن القيادات المؤيدة لإسرائيل في الولايات المتحدة، ولكن عندما فعل ذلك ووصل إلى الاتفاق سمع من نتنياهو أنه هذه ليس كافيا وأن هذه الاتفاقية ليست على ما يجب، واستمر نتنياهو في تهديداته التي كان يوجهها لإيران وأنه سيهاجم إيران وغير ذلك منذ، وكانت هذه تعود إلى التسعينات حتى من القرن الماضي، وبالتالي فإن هذه تعني بأن منذ فترة طويلة ونتنياهو يرغب في أن يجر واشنطن لتكون شريكا معه فيما هو يرغب في تحقيقها في المنطقة. وربما من أهم الأمور التي هي ربما غير معروفة جيدا على الأقل هنا، وهي أنه مرة كان يتحدث في الضفة الغربية في إحدى المستوطنات، وكان هناك وتحدث عن أنه يرغب في توسيع المستوطنات وبناء مستوطنات جديدة، وتحدث وكان أحد الموجودين في ذلك الوقت يقول له ولكن هذا قد يغضب الأمريكيين، ونحن نحتاج إلى الأمريكيين، نحتاج إلى الحليف الأمريكي، لأننا كان عسكريا وماليا وأسلحة وغير ذلك. فما الذي رد عليه؟ فماذا كان رد نتنياهو؟ نتنياهو قال لا تهتم بذلك، أمريكا دولة قوة يمكن دفعها بالاتجاه الذي نريد. وبالتالي فأن هذه طبعا كانت سجلت، لم يكن يعلم أن هناك شخص يسجلها في ذلك الوقت، وهذه فعلا تظهر بأن هناك هذه النظرة الموجودة لدى هذه القيادات الإسرائيلية. سموتريتش حتى على موضوع حول موضوع المساعدات قال نشكر أمريكا ساعدتنا وأرسلت إلينا أسلحة، ولكننا لا نريد أجانب أن يقرروا بالنيابة عنا. ولكن ألم يكن طوفان الأقصى كافيا ليري هذه القيادة الإسرائيلية حجمها الفعلي وحجمها الحقيقي عندما صار عن نتنياهو لرفع سماعة الهاتف والاستنجاد ببايدن في اللحظات الأولى لطوفان الأقصى؟ ألم يعد طوفان الأقصى ترتيب هذه العقلية الإسرائيلية وهذه الذهنية الإسرائيلية؟ يبدو أن الإسرائيليين لا يتعلموا كثيرا من الدروس التي ربما كان يجب أن يتعلموها، وربما يعتقدوا بأنهم أولا بسبب لديهم قدرات عسكرية يعني معروفة، ولديهم كان دعم الولايات من الولايات المتحدة. انظر ما الذي فعلوه في غزة، هل استطاعوا تدمير أو القضاء على حماس وعلى الفصائل الفلسطينية الأخرى، فصائل المقاومة الفلسطينية؟ لم يستطيعوا ذلك، ولكن ما الذي فعلوه؟ قاموا بتدمير غزة، وجعلوا غزة مناطق كثيرة من غزة غير قابلة للحياة، وبالتالي فإن هدفهم الحقيقي كان التهجير القسري للفلسطينيين، وأعتقد أن ذلك لا يزال هو أحد أهدافهم الرئيسية الآن، وهو تهجير سكان غزة، وبالتالي ربما بعد ذلك أيضا تهجير سكان الضفة الغربية، وبالتالي كل هذه الأمور تبعت إلينا برسالة بأن هذه القيادة هي قيادة متطرفة لديها متعصبة في مواقفها، وهي تعتقد أنها تستطيع أن تفعل الكثير، وأن خاصة أن ظهرها محمي من واشنطن. في نفس الوقت الذي نرى ذلك أيضا، نرى بأن هذه القيادة مثلا عندما تقوم بالاغتيالات، وهي كما تفضلت حضرتك وذكر ضيفك كريم، قامت باغتيالات منذ قيام عهدها بعد هجومها على القرى الفلسطينية والإبادة ما حدث في دير ياسين وغير ذلك، ثم بعد ذلك في لبنان مثلا في السبعينات
قتل قامت باغتيال أبو يوسف النجار، كمال عدوان، كمال ناصر، اغتالت كنفاني، غسان كنفاني، ولكن وهذه شخصيات بارزة. وفي السنوات الأخيرة كان هناك محمود المبحوح في دبي، وهناك محمد الزواري أيضا في تونس، وغير من القيادات المؤثرة. صحيح صحيح. طيب ولكن نعم تفضل. ولم يحققوا أهدافهم، لا بل أن هذه الاغتيالات شجعت المقاومة الفلسطينية، شجعت، نفخت روح جديدة في أنه يجب على الشعب الفلسطيني، على الفلسطينيين، وعلى يعني عليهم كشعب أن يقاوموا هذا الاحتلال، وأن يستمروا في كفاحهم، في صراعهم ضد هذه القوة التي تحاول الاستمرار في تهميشهم. اعتبار الطريقة التي ينظروا إلى الفلسطينيين، يتحدثوا عنهم كإلياهو كان يتحدث، قال هؤلاء ليسوا حتى حيوانات بشرية، هم سب هيومن. هذه العبارات مشابهة لما استخدمه النازيون ضد اليهود، وهم يستخدمون، يعيدون الكرة على ما يبدو. طبعا سأعود إليك دكتور حسن عبد ربه. طوفان الأقصى بمجمله كان له عدة عناوين، الأسرى والمسرى والانتهاكات التي تجري، ولكن أيضا بقي عنوان الأسرى واضحا وقويا وجليا، حتى أن العدد الكبير من الأسرى الإسرائيليين كان هدفه هو تبييض السجون. الاحتلال الإسرائيلي الآن بكل تأكيد يصعد بشكل كبير، وأعتقد أن الإحصائية تقول منذ طوفان الأقصى وحتى اليوم هناك 5 شهداء من الأسرى داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي. كيف تبدو صورة الأوضاع في هذه الأيام وفي هذه المرحلة بعد ارتفاع وتيرة الانتهاكات الإسرائيلية باتجاه الأسرى داخل السجون؟ يعني بكل وضوح، الاحتلال الإسرائيلي على مدار السنوات الماضية وهو يتهرب حتى من تطبيق المعايير الدولية المتعلقة باتفاقيات جنيف وحقوق الأسرى والمعتقلين، برفض عدم وقفه لسياسة التعذيب ومعانه في سياسة الإجرام بالإهمال الطبي وغيرها من المعاملة غير الإنسانية للأسرى. لم يلتقط كل الرسائل التي كانت تبث وتنشر بالمطالبات والنداءات والتدخلات الدولية والسياسية والدبلوماسية، وبالتالي لم يكن هناك سوى الخيار الأكثر تأثيرا والأكثر وقعا على الاحتلال الإسرائيلي، وهو عمليات تبادل الأسرى وإرغام الاحتلال الإسرائيلي على ذلك، عندما كان بحوزة المقاومة عدد قليل جدا في حينه قبل طوفان الأقصى، قبل 7 أكتوبر الماضي. وفي ظل هذا الرفض والتعنت أدى ذلك كله إلى أن تصبح ورقة الأسرى في يد المقاومة ورقة أكثر عمقا، أكثر استراتيجية، لوجود هذا الكم الكبير جدا من جنود ومجندات وضباط جيش الاحتلال الإسرائيلي أحياء ودكة لدى المقاومة الفلسطينية. وبالتالي هذا فرض على الاحتلال الإسرائيلي أجندة جديدة تتعلق ليس بإطلاق سراح عشرات أو مئات من الأسرى على الإطلاق، وإنما أن يكون هناك معادلة جديدة إضافية بجانب أهداف أخرى، وهي قضية تبييض السجون من كافة الأسرى والأسيرات. وهل هذا الخيار مطروح أمام الاحتلال؟ يعني من معرفتكم بشؤون بمتابعة هذا الملف، هل بات فعلا يتم التهامس في أروقة الحكومة الإسرائيلية بأن خيار الكل مقابل الكل قد يصبح مطروحا على الطاولة؟ بالتأكيد هذا أصبح خيارا قويا جدا ومطروحا لدى الاحتلال الإسرائيلي، وهذا ما يعبر عنه بشكل واضح العديد من ضباطه ومسؤوليه ووزرائه، وأيضا في الشارع الإسرائيلي ومن ذوي الأسرى والرهائن الإسرائيليون لدى المقاومة، والذين هم أيضا بادر العديد منهم برفع هذا الشعار الكل مقابل الكل، ولكن بطبيعة الحال لديهم منظور ومنطق مختلف، أن أطلقوا سراح الأسرى الفلسطينيون ومن ثم لاحقوهم واستهدفوا القتال والحرب واقتلوهم واغتالوهم بعد الإفراج عنهم. هذا منطق عنصري، منطق إجرامي، منطق صهيوني واضح، وهو لسياسة القتل وسياسة الدم والتدمير. ولكن أعتقد جازما بأن المقاومة الفلسطينية اليوم استطاعت أن تفرض هذا الموضوع وبكل قوة، ليس على الاحتلال الإسرائيلي وإنما على كل من يشد على أيدي هذا الاحتلال، بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية التي وضعت من نفس وجعلت من نفسها قوة عسكرية مشاركة
بالتمويل وبالذخائر بالخبراء والخبرات بالدعم المباشر وغير المباشر يعني السياسية لهذا الاحتلال وبالإشراف حتى على اجتماعات الكابينت التي تضع الخطط العسكرية لهذه المعركة. دكتور أدمن غريب، يعني اليوم باتت يعني تقريبا هذه منطقة رمال متحركة وتصبح في حال وتمسي في حال آخر، هل أمريكا ما زالت قادرة باعتقادك على ضبط إيقاع المنطقة في ظل تصاعد الهجمات في سوريا العراق؟ هناك باب المندب البحر الأحمر من قبل الجيش اليمني وكذلك الجبهة الشمالية لفلسطين المحتلة الضفة الغربية، هل ما زالت أمريكا تعتقد أنها قادرة على ضبط أو على الأقل توجيه الإيقاع في هذه المنطقة الإقليمية؟ فعلا تضع اصبعك على نقطة مهمة جدا، وهي ان هذه الإدارة لا تزال تعتقد بانها هي قادرة على القيام بشن مثلا بمواجهة روسيا والصين في نفس الوقت ومواجهة اي تحديات اخرى على الساحة العالمية، وهذا فيه نوع من الإنكار للمتغيرات التي يشهدها العالم اليوم. صحيح أن الولايات المتحدة لا تزال قوة عظمى وهي واحدة، ربما قد تكون الدولة الأقوى عسكريا واقتصاديا إلى حد كبير وحتى سياسيا إلى حد ما، لأنها لا تزال قادرة لديها الفيتو في مجلس الأمن لإفشال الكثير من القرارات التي ترغب في أن تحمي من خلالها إسرائيل أو بعض حلفائها الآخرين أو المصالح والأرصدة الأمريكية. ولكن المشكلة التي تواجه واشنطن أن العالم يتغير. الولايات المتحدة وجدت نفسها معزولة في الجمعية العمومية. 153 دولة صوتت ضدها، فقط 10 دول بينها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد القرار. ماذا يؤثر هذا الأمر علي في النهاية؟ تستطيع أن تمرر ما تشاء، وأنت قلت يعني بنفسك بأن أمريكا لا تزال الأولى اقتصاديا عسكريا وسياسيا على المستوى الدولي، ماذا يؤثر عليها أن تكون هي في كفة والعالم كله في كفة أخرى؟ أعتقد أنها في الولايات المتحدة داخليا نرى أيضا متغيرات داخلية. منذ 48 حتى اليوم كان التعاطف في غالبية، إن لم يكن كل الأوقات عندما تحدث أي مواجهات بين دول عربية وإسرائيل أو بين الفلسطينيين وإسرائيل، معظم الأمريكيين كانوا يدعموا إسرائيل. ولكن في عندما ننظر إلى التحولات التي نشهدها الآن، مثلا بعد حوادث أكتوبر كان هناك انتقادات واسعة في أوساط الرأي العام الأمريكي، وهنا لا أتحدث عن الحكومة أو الرأي العام من الكونغرس أو من الإدارة، تحدث عن الرأي العام الشعبي بالضبط. ولكن بعد حوالي 3 أسابيع بدأنا نرى تغيير. هذا التغيير جاء نتيجة لما بدأ الأمريكيون، الشعب الأمريكي، المواطن الأمريكي العادي وخاصة أوساط الشباب يرونه على الأرض، قيام إسرائيل بتدمير المستشفيات، دور العبادة إن كانت إسلامية أو مسيحية، مهاجمتها لمقرات الأمم المتحدة، مهاجمتها للمباني السكنية، استهدافها للإعلاميين، أكبر عدد من الإعلاميين قتلوا في معارك غزة منذ فترة طويلة. ورأينا أن لجنة الدفاع عن الصحفيين العالمية وجهت انتقادات حادة، وحتى كان هناك تهديد وربما محاولات برفع قضية ضد إسرائيل. هذه أيضا كانت تظهر بأن هناك تغييرات مهمة. رأينا مجموعات كبيرة من الطلاب في الجامعات الأمريكية تقودها منظمات فلسطينية، وحتى أحيانا بالتعاون مع منظمات طلابية يهودية أمريكية. رأينا العرب الأمريكيين يتحركوا، رأينا المسلمين الأمريكيين يتحركوا، وما هو أهم من موقف هؤلاء، رأينا اللاتين الأصول اللاتينية، رأينا الأفارقة الأمريكيين وهم من أهم العناصر، لأنهم يعتقدوا بأن لديهم تجربة تاريخية مماثلة أو مشتركة مع الفلسطينيين، أي أنه كان هناك تمييز عنصري ضدهم في الولايات المتحدة، وأيضا بسبب ما حدث في جنوب أفريقيا نظام الأبارتايد هناك
كعدد كبير من القيادات الأفريقية الأمريكية، وخاصة لأن في حركة الحقوق المدنية التي لعبت دور في إسقاط وتغيير السياسة الأمريكية التي كانت تعتبر نيلسون مانديلا إرهابيا في البداية، غيرها، وذلك لأن هناك حركة حقوق مدنية بدأت تضغط على الإدارة وأخذتها فترة، ولكنها في النهاية نجحت. كل هذه الأمور أعتقد أنها الآن بدأت تؤثر على الإدارة. أسهم الرئيس الأمريكي تتراجع، وصلت إلى 34%، وبالتالي وغالبية الأمريكيين، أكثر من 61% من الأمريكيين غير راضين عن سياساته. دكتور أدمون، يعني هذا فيما يتعلق بالتغير داخل المجتمع الأمريكي وعلى المستوى الشعبي، وبكل تأكيد ربما في الانتخابات القادمة سنرى نتائج هذا التغير سواء لناحية الكونغرس، مجلس الشيوخ، وحتى الانتخابات الرئاسية. ولكن دكتور حسن عبد ربه، ماذا عن التغيرات في المجتمع الإسرائيلي؟ هل هناك تغيرات شهدها المجتمع الإسرائيلي على مدار السنوات الماضية، وفي أي اتجاه كانت؟ يعني بالتأكيد التغيرات التي طرأت على داخل كيان الاحتلال الإسرائيلي خلال السنوات الماضية هي نحو المزيد من العنصرية ونحو المزيد من اليمينية والتطرف، وهذا بدأ واضحا من خلال أعضاء الكنيست ومن خلال أيضا من يتبوأ موقع صنع القرار في كيان الاحتلال الإسرائيلي من خلال تركيبة حكومة نتنياهو التي أخطاء من مكوناتها الرئيسية إيتمار بن غفير وسموتريتش، وهم من غلاة المستوطنين المعادين لكل ما هو إنساني ولكل ما هو ذات قيم وأخلاق في هذا العالم وفي استهداف الشعب الفلسطيني، بحيث أصبح كل ما يتعلق بالشأن الفلسطيني على الصعيد الأمني وعلى الصعيد الحياتي اليومي وعلى الصعيد الاقتصادي وعلى صعيد الاستيطان وغيرها بأيدي هؤلاء. قضية مصلحة السجون وما يتعرض له الأسرى باتت رهنا بمزاج وبأهواء إيتمار بن كفير وتوفيره للحصانة للمجرمين والقتل الذين يعتدون وينتهكون حقوق الأسرى ويرتكبون الجرائم بحقهم، وقضايا الاستيطان ومصادرة الأراضي وقرصنة أموال المقاصة وعائداتها وأموال الشهداء وغير ذلك باتت بأيدي سموتريتش وزير المالية الإسرائيلي، وبالتالي التحولات في داخل المجتمع الإسرائيلي هي نحو المزيد من اليمينية. ولكن هل هذا التحول سيبقى سيد الموقف بعد هذه الصفعات المتكررة التي لحقت بكيان الاحتلال الإسرائيلي في أعقاب 7 أكتوبر وعملية طوفان الأقصى؟ أعتقد جازما بأننا سنشهد خلال المرحلة المقبلة غياب واضح للكثير من هذه الوجوه العنصرية الحاقدة والفاشية في تعاملها. ولكن هل غياب هذه الوجوه، هل غياب هذه الوجوه يعني بالضرورة تبدل في المزاج الشعبي أو في التوجه الشعبي الإسرائيلي، أم ربما هو تغير في الوجوه والاتيان بوجوه أخرى أكثر تشددا وعنصرية قد تكون؟ أعتقد بأن المجتمع الإسرائيلي، مجازا نقول هذا المجتمع، بأنه قد تلقى ضربة قوية جدا، وهم من غلاة المستوطنين والمتطرفين، وأن هذه السياسة سياسة التطرف والإجرام والتنكر لحقوق الشعب الفلسطيني الوطنية والسياسية لم تقودهم ولن تقودهم إلا المزيد من الويلات، ولم تجلب لهم سوى هذا الدمار وسوى هذا سوى هذه المواجهة وهذه الصفعات والفشل الأمني والعسكري والاستخباراتي وخلق حاجة من عدم الاستقرار لا السياسي ولا الأمني ولا الاقتصادي لدى الاحتلال الإسرائيلي. وبالتالي ما داموا يفكرون بهذه العقلية ويتعاملون بتنكر واضح للحقوق السياسية للشعب الفلسطيني وحقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة، فإن ذلك سيبقي المنطقة في دوامة مفتوحة وفي صراع دائم مع هذا العدو الإسرائيلي. أعتقد جازما بأننا سنشهد مرحلة جديدة ما بعد حكم نتنياهو، ما بعد أن يتوقف هذا العدوان على شعبنا الفلسطيني، وغياب الوجوه قد يكون أيضا له انعكاسات في تغيرات في المزاج السياسي الإسرائيلي، ولكن مدى قوة هذا التغير هذا مرهون بصلابة الموقف الوطني الفلسطيني ووحدة الموقف الداخلي للشعب الفلسطيني وقيادته الوطنية الفلسطينية، وأيضا مدى إلى وجود الحاضنة العربية والدولية في دعم حقوق الشعب الفلسطيني في مواجهة أي تغيرات تجري داخل كيان الاحتلال الإسرائيلي. أعتقد بأن من الغيابات الأساسية التي سنشهدها في المرحلة المقبلة هي غياب نتنياهو شخصيا عن دفة الحكم
داخل المجتمع الإسرائيلي، وهو الذي تفاخر على مدار السنوات بأنه خلال يعني عقد ونصف من حكمه في داخل دولة الكيان وفي حكومته قد أفشل ووضع كل المعوقات أمام أي حل سياسي وحل الدولتين. وأعتقد جازما بأنه آن الأوان بأن يتم إسقاط هذه الحكومة وهذه التوجهات، لعل وعسى أن يكون هناك ضغطا وتأثيرا من المجتمع الدولي للدفع باتجاه أن يتحقق أحلام وطموحات الشعب هل أمريكا الفلسطيني. معنية بذلك دكتور أدمون؟ أي تغييب على الأقل وجه نتنياهو إن لم يكن كل هذه الوجوه الموجودة المتطرفة حالياً؟ فعلا هذه الإدارة تجد نفسها إلى حد ما في وضع صعب، فهي محرجة من ناحية، هي أولا الرئيس بايدن هو من معروف بمواقفه المؤيدة لإسرائيل. هذا الرئيس كان تحدث مرة وقال لو لم تكن إسرائيل موجودة فيجب أن نخلقها، يجب أن نوجدها. وهو أيضا قال أنا لست يهوديا ولكنني صهيوني، وهو أكثر من مرة دعم إسرائيل. ولكنه أيضا هناك خلافات بينه وبين هذه القيادة الإسرائيلية، فهو رفض استقبال نتنياهو، ثم في النهاية وتحت ضغوط اضطر إلى استقباله، ولكنه لم يستقبله حتى في البيت الأبيض، استقبله على هامش اجتماعات الجمعية العمومية في نيويورك. ولكن في نفس الوقت هو يدعم إسرائيل وبقوة، وله مواقف كما قلت معروفة جيدا. ولكن في نفس الوقت الذي نرى ذلك أيضا هو كان من هناك قوة داخل الحزب الديمقراطي التي بدأت تضغط على الإدارة الأمريكية. هناك هذه الإدارة تواجه ضغوط من ناحيتين، هناك أصدقاء إسرائيل لوبيات مؤثرة جدا وقوية إعلاميا سياسيا ماليا تلعب دور مهم في تمويل المرشحين، وحتى يحاولوا في اختيار مرشحين لهزيمة المرشح وتمويلهم لهزيمة مرشحين انتقدوا إسرائيل، بعضهم جاء كما جرت مع إحدى النائبات الأفريقية الأمريكية في نيويورك أو مع رشيدة طلايب في ميشيغان، دفعوا ملايين عرضوا ملايين على أحد المرشحين الأفارقة الأمريكيين لكي ينزل ضدها في الانتخابات ورفض ذلك، وهو الذي أعلن عما حدث. إذا وهناك في نفس الوقت الذي نرى ذلك نرى أن هناك تيار داخل الحزب الديمقراطي وفي المجتمع الأمريكي، هناك التيار التقدمي الذي ينتقد بشدة السياسة الأمريكية وبدأ يطالب، ومن بين الشخصيات التي تطالب بذلك سيناتور ساندرز وعدد من أعضاء الكونغرس في التغيير التقدمي. مدى قدرة هذا التيار على إحداث تغيير حقيقي دكتور أدمون؟ أعتقد أنه لحتى الآن لم يستطع تغيير جذري في مواقف الإدارة، ولكنه بدأ يؤثر. بدأنا نرى فيما يتعلق مثلا بالرؤية والسؤال الذي تفضلت حضرتك وسألته، وهو فيما يتعلق بنظرة الإدارة الأمريكية إلى القيادة الحالية في إسرائيل. أحد الأمور التي طالب بها الرئيس بايدن القيادة الإسرائيلية طلب من نتنياهو تغيير سموتريتش وبن غفير. هذا شيء غير مسبوق في الولايات المتحدة، أنه رئيس أمريكي يقول أنك عليك أن تغير حكومتك، أن تطرد هؤلاء. ولكن الرئيس الأمريكي يعلم أيضا أنه إذا طرد هؤلاء فإن نتنياهو لن يستطيع ربما الاستمرار في السلطة، خاصة أن هناك آخر استطلاع للرأي شاهدته يقول بأن 15% من الإسرائيليين فقط يدعمون نتنياهو، وهناك غالبية لا تريد بقائه في السلطة، وهناك من يريد محاسبته، وحتى أن أحد زعماء رؤساء الوزراء السابقين قال يجب إجراء انتخابات حاليا وطالب باستقالة نتنياهو. وأهالي الرهائن رفعوا، ويمكن للأستاذ حسن طبعا أن يعطينا معلومات أكثر عن ذلك فهو يعرف المنطقة أكثر مني، رفعوا شعارات تقول دعوا نتنياهو وزوجته يذهبوا إلى غزة كرهائن ولكي وإخراج الرهائن لدى حماس. هذا يظهر نظرة عدد كبير من الإسرائيليين إلى هذه القيادة الإسرائيلية. طيب دكتور حسن، يعني هذا التدني الكبير في شعبية نتنياهو
ما احتمالية أن تتحسن حظوظه بعد عملية اغتيال صالح العروري التي جرت أمس؟ أعتقد بأن هذه العملية قد يكون لها تأثير بسيط جدا وضئيل جدا من الناحية المعنوية فقط لنتنياهو ومجرمي الحرب لديه، ولكن هذا لن يحدث انقلابا جذريا في معادلة المعركة وفي معادلة صمود الشعب الفلسطيني ومقاومته وفي وحدته، بل بالعكس فإن ذلك سيكون له المزيد من الانعكاس على تصليب وتوطيد العلاقات الوطنية الفلسطينية داخلية، وهذا لن يؤثر بشكل استراتيجي على مجريات وتطورات الأحداث التي تشهدها المنطقة. ولكن هذا الأمر أيضا أدى إلى توقف محادثات صفقة التبادل وكذلك بالتأكيد التوقف الحديث عن عملية تبادل الأسرى دفعة واحدة أو على دفعات أو على مراحل بغض النظر عن التفاصيل في هذا الموضوع، ولكن بطبيعة الحال هذا سيشكل ورقة ضاغطة أخرى على صعيد الجبهة الداخلية الإسرائيلية في الضغط على حكومة الحرب الإسرائيلية وعلى حكومة نتنياهو شخص وعلى نتنياهو شخصيا في هذا الملف، وبالتالي هو لن ينعم مهما قام بعمليات قتل وتدمير واغتيالات على هذا النحو أو غيره، لن يستطيع أن يحقق مبتغاه. الشارع الإسرائيلي اليوم يتطلع إلى إعادة أسراه والمختطفين والمفقودين والمأسورين لدى المقاومة الفلسطينية، وبالتالي ما دام لم يتحقق له هذا الهدف فبالتالي كل ما يحاول. هل يملك الشارع الإسرائيلي عوامل ضغط على نتنياهو لتحقيق هذا الهدف؟ يعني هل هناك إجماع إسرائيلي من قبل المجتمع ككل، إن صح أن نطلق عليه مجتمع وهو اليوم مجيش خلف الحرب على قطاع غزة، هل هناك أول شيء إجماع لناحية ضرورة إطلاق سراح الأسرى وما هي عوامل الضغط التي يمتلكونها؟ يعني أعتقد بأن ما نشهده من تحركات ومن رفع الأصوات في أوساط حكومية وفي أعضاء الكنيسة وفي الشارع الإسرائيلي، هناك يعني حالة شبه إجماع في التوجه بضرورة إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين والأسرى الإسرائيليون سواء كانوا مدنيين أو كانوا جنودا أو مجندات أحياء أو أموات لدى المقاومة الفلسطينية، وهذا هناك يعني شبه إجماع تام على هذا الموضوع، وبالتالي هي ورقة ضغط كبيرة جدا، وهذا يعيد إلى الأذهان قضية الأسرى بشكل أكبر بكثير مما كانت عليه، ولن يبعدها ولن يغيبها بغياب وارتقاء الشهيد صالح العروري، بل سيحولها إلى منطق ومحور ومركز أكثر قوة مما كانت عليه في الماضي، وبالتالي أعتقد بأن ما هذه القضية لن يكون سيكون لها تداعيات على الصعيد الداخلي الإسرائيلي في تعزيز قضية الأسرى وقضية الإفراج عن الجميع، وإن كانت تعطلت بعض الوقت حاليا بسبب هذا الاغتيال الجبان والمجرم، ولكن نتنياهو في النهاية لم يستطيع أن يحدث قفزة نوعية في البقاء في سدة الحكم، هو ملاحق بفشل في قضية الثورة القضائية والتغيير القضائي والمعقولية، وهذه صفعة وجهت له من قبل قضاة المحكمة العليا خلال ما مدى تأثير هذه الصفعة دكتور حسن؟ ما مدى تأثير هذه الصفعة على نتنياهو؟ هي إضعاف واضح لموقفه السياسي، فهو الذي قاد هذه المرحلة على مدار أشهر سابقة قبل 7 أكتوبر قبل طوفان الأقصى، وبالتالي كانت محل تجاذب وانقسام في الشارع الإسرائيلي بشكل كبير جدا من خلال التظاهرات التي كانت تتم والتي حظيت مشاركة مئات الآلاف على مدى أسابيع عديدة، وبالتالي الاحتلال الإسرائيلي هو أمام حالة غير مسبوقة من حيث الضعف الذي وصل إليه كضعف سياسي، حتى كل الاستطلاعات للرأي في داخل الشارع الإسرائيلي تشير إلى حزب الليكود الذي يتزعمه بنيامين نتنياهو لم يتجاوز 17 مقعدا في الكنيسة الإسرائيلي، إضافة إلى أن ذلك قد يقود إلى غياب سموتريتش أو بن كفير أو غيرهم من ولاة المستوطنين والمتطرفين في حكومة بنيامين نتنياهو، بالتالي هذا اليمين الذي جلب الويلات ليس على الشارع الإسرائيلي وإنما على المنطقة بأجمعها بأمتها، أنا الأوان بأن يختفي من المشهد السياسي وأن يعود إلى حيث كان إلى جحوره، وأن يكون هناك قوة ضاغطة على هذا الاحتلال لإنهاء وضعه ولإنهاء احتلاله للأراضي الفلسطينية، وهذا يحتاج كما أسلفت إلى زخم سياسي وطني فلسطيني، وحدة وطنية فلسطينية تتجسد من خلال المؤسسات الشرعية الفلسطينية، منظمة التحرير باستيعاب كل الفصائل الوطنية والإسلامية في نطاقها في برنامج عمل كفاحي ووطني متفق عليه،
في ظل قيادة واحدة، في ظل الحفاظ على الوحدة الوطنية، الوحدة الجغرافية والسياسية للأراضي الفلسطينية المحتلة عام 67، الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس، في ظل أيضا أن يكون هناك التفاف عربي وعمق إسلامي أيضا ودولي داعم للحقوق السياسية الفلسطينية بحصار دولة الاحتلال والدفع باتجاه لجم هذا الاحتلال وإجرامه. طيب. دكتور أدمن، يعني لو أردنا أن نتحدث عن موضوع اليمين الإسرائيلي واللوبي الصهيوني في أمريكا أيباك المعروف بأنه لوبي من أقوى لوبيات الضغوط والإدارة الأمريكية، لو أردنا أن نسمع منك تشخيص للعلاقة الحالية على الأقل بين اليمين الإسرائيلي وبين أيباك، وكيف تنعكس هذه العلاقة أيضا على الولايات المتحدة؟ بدون شك أن هذه العلاقة هي علاقة مهمة جدا، وهذه المنظمة هي مؤثرة لأنها منظمة جيدا، ممولة جيدا، ناشطة، تعلم ماذا تريد ومتستمر في العمل لتحقيق هذه الأهداف، وهي أيضا مستعدة لمساعدة أصدقائها ولمحاربة خصومها، وهي أيضا تحاول استغلال وهي ليست اللوبي الوحيد، هناك على الأقل 6 لوبيات مؤيدة لإسرائيل في الولايات المتحدة، وهناك لوبيتين أضعف ولكنهما أصبحتا أقوى الآن قليلا، هما منظمات يهودية تتبنى سياسات معادية للسياسة نتنياهو، ولكن هؤلاء كما قلت أضعف بينما التيارات الأخرى، وهناك أيضا مجموعة من رجال الأعمال الأثرياء أصحاب البلايين وليس الملايين الذين يتبرعوا للمرشحين السياسيين. كان هناك في انتخابات 2016 مثلا أدلسون وهو رجل أعمال بليونير تبرع ب$100 مليون لأحد مرشحين للرئاسة، وتبرعت زوجته ب$50 مليون. هذا يعطينا رسالة عن قوة هذا التيار أو هذه المجموعات وتأثيرهم في المجتمع، وهم الذين يقدموا أحيانا المشاريع القوانين يقترحوها على أعضاء الكونغرس التي يريدون دعمها. هل تتأثر علاقة اللوبي الصهيوني في أمريكا بطبيعة توجه المجتمع الإسرائيلي إن كان يحكمه يمين أو يسار؟ بدون شك أعتقد أن وهذه بدأت أحد الأسباب الذي رأينا في الآونة الأخيرة، عدد من اليهود الأمريكيين يذهبوا إلى الكونغرس ويعتقل مئات منهم، هناك مجموعتان من اليهود الأمريكيين المعارضين، هناك التقليديين المتدينين مثل جماعة ناتوراي كارتا وبعض الجماعات الدينية المحافظة جدا الذين يعتقدوا بأن وجود إسرائيل هو منافي للدين اليهودي، هؤلاء طبعا هم أقلية ولكنهم موجودين. هناك أيضا التيار الآخر وهو تيار ليبرالي ومن الشباب، رأيناهم من الأكاديميين يلعبوا دور في الجامعات، وهناك حرب شعواء اليوم على الجامعات، اضطرت رئيسة جامعة بنسلفانيا للاستقالة، اضطرت مؤخرا اليوم أو أمس لا أعلم بالضبط إذا اتخذ القرار أمس ولكن رأيت إعلان عنها اليوم، رئيسة جامعة هارفارد اتهمت هي أيضا لأنها لم تتبنى موقفا ضد اللاسلامية التي تنتشر كما يقال في الجامعات، ولكن على الرغم من ذلك هناك أيضا تغيير في المجتمع الأمريكي، هذا التغيير كثير من الشباب من الأكاديميين من كما قلت من اللاتينو والأفارقة الأمريكيين العرب الأمريكيين المسلمين، الكنائس التقليدية الكاثوليكية والأرثوذكسية وبعض الكنائس البروتستانتية مثل اللوثرنز الذين تبنوا مواقف قطعوا توقفوا عن كنائسهم عن الاستثمار في إسرائيل إذا كان لديهم استثمارات، اتهموا إسرائيل بأنها دولة فصل عنصري. هناك أيضا أحدث مسألتين مهمتين، أحدهما أن الطوائف اليمينية المسيحية المعروفة بدعمها لإسرائيل لأنهم يريدوا عودة المسيح وإلى آخره، بعد ذلك هؤلاء 37% من الشباب
من هذا التيار الذي يدعم إسرائيل بقوة يعارض دعم إسرائيل، تبنوا مؤخرا حسب آخر استطلاع للرأي تعاطف مع الفلسطينيين. وهناك تيار آخر مهم جدا بدأ يدخل على الساحة، وهو تيار نقابات العمال. رئيس نقابة عمال السيارات جاء من ميشيغان إلى واشنطن ليقف مع المتظاهرين هناك ويقول للأسف نحن لم نكن نعرف الكثير عن القضية الفلسطينية. ولكن ربما طوفان الأقصى يعني بطريقة أو بأخرى دكتور أدمن، يعني هو من أوصل القضية الفلسطينية بطريقة أو بأخرى إلى هذه الحالة. طبعا أدركنا الوقت ووصلنا إلى ختام هذه الساعة من التغطية المستمرة على شاشة الميادين. شكرا جزيلا لك من واشنطن أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأمريكية دكتور أدمن غريب، والشكر الجزيل لك أيضا من رام الله الناشط والمتخصص في شؤون الأسرى والمحررين دكتور حسن عبد ربه. مشاهدينا الكرام، وصلنا إلى ختام هذه الساعة من التغطية المستمرة على مدار الساعة على شاشة الميادين لملحمة طوفان الأقصى وتداعياتها وتبعاتها. نلقاكم على رأس الساعة في أمان الله. والله صامدين ومحمد ربنا غير نضل صامدين.